انفكشن. الانفكشن بالذات اللور جوينت تراكت انفكشن ده انتوا هتشوفوه كتير جدا، اللي ينزل منكم العياده الخارجيه هيلاقي 80% من الحالات اللي احنا بنشوفها انفكشن، يمكن 80% انفكشن وال 20% بقى الفاضلين بليدنج على الانفكتيفيتي على برولابس كده. فيعني انفكشنز ده اكستريملي امبورتنت، اللي هو اللور جوينت تراكت انفكشن، وبعدين بعد كده اي حاجه ثانيه. طب لما نقول lower genital tract infection يعني قصدنا في انهي حته يعني lower ده؟ vagina cervix sal bladder genital genital lower genital vulva بالظبط كده vulva و cervix. لكن من اول الاندوميتريوم ده يعتبر upper endometrium fallopian tube ovaries peritoneum abdominal pouch كل ده upper genital tract infection. لكن من اول cervix فما تحت هو اسمه lower genital tract infection. هو ايه الفرق بين الابر واللور؟ يعني تفرق معانا ايه؟ فيفر systemic manifestations. فوجود lower genital tract infection معنى كده ان الاورجانيزم ما دخلش systemic circulation، ما عملليش systemic manifestation، فبالتالي التريتمنت بتاعنا بيبقى in a milder form او patient وبنديها antibiotic وكده، لانه الاورجانيزم مش موجود في systemic circulation ومش عاملنا systemic manifestation ومش عاملنا فيفر. لكن فبالتالي lower genital tract infection ده التريتمنت بيبقى هي symptoms mild، فبالتالي treatment mild أو outpatient. لكن لما نيجي نتكلم المرة الجاية على upper genital tract infection اللي هو PID أو pelvic inflammatory disease، ده الأورجانيزم بيخش systemic circulation بيعمل لنا fever وبيعمل لنا systemic manifestation. عشان كده التريتمنت بتاعنا أو المانجمنت بتاعنا هيبقى ممكن يحتاج hospitalization، يعني depending على هو mild PID ولا severe PID، بس it may need hospitalization لأن الأورجانيزم دخل لنا systemic circulation. فهنتكلم اول حاجه النهارده على اللور جوينتال تراكت انفكشن اللي هو الفاجينايتس والسيرفيسايتس. بعد كده هنتكلم بعد كده على الفالفا اللي هو بروريتس فالفي، اي انفلاميشن او انفكشن في الفالفا حتى هتيجي ببروريتس، هو ده السيمبتوم بتاعنا، وبناين فالفا ليشن. اول حاجه الفاجينايتس، هو الفاجينايتس دي هتيجي لاي سن عادي، يعني هتيجي مثلا واحده بنوته صغيره وتشايلد بيرنج بوست منوبوزال. بتيجي مور كومن في مين؟ في التشايلد بيرنج. ليه تيجي اكتر في التشايلد بيرنج؟ سيكشوال اكتيفيتيز، حتى لو من غير STDs سيكشوال اكتيفيتي، ممكن هي تبقى محطه مثلا IUD، يعني بتستخدم تامبونز مش عارف ايه، يعني انا قصدي بيبقى عندهم بريديسبوزينج فاكتورز اكتر من لو واحده لسه childhood period كويس، بيبقى relatively hymen closing شويه المنطقه دي الاوبننج بتاعه الفالفا، وفي نفس الوقت هي مش exposed ولا sexual intercourse ولا بتحط foreign bodies زي IUD زي مش عارف ايه ولا suppositories ولا الكلام ده، ولا بتعمل douching، لان الدوشينج زي ما هنشوف دلوقتي اكتر حاجه ممكن ت predispose to infection. فعشان كده لو واحده childhood كويس، يعني كون ان هي تتعرض ل vaginitis ده at a lower risk، والبوست منوبوزل برضو at a low risk. طب واكتر واحده هي الشايلد بيرنج بيريد زي ما انتوا قلتوا. طب الشايلد هود لو واحده بنوته تبقى الفاجينايتس، لو جالها فاجينايتس دي موستلي هتبقى due to ايه؟ فورين بادي انتروداكشن فورين بادي. كتير قوي البنات الصغيره هم بيلعبوا مش عارف ايه وكده، ممكن تدخل اي فورين بادي، وبيجوا لنا او بيروحوا اكشوالي للبيدياتريكس بفورين بادي انتروداكشن، فبنعمل لهم زي منظار صغير كده زي بتاع السيستوسكوب بتاع اليورينري بلادر، اللي ممكن يخش ثرو اليوريترا، فممكن يخش ثرو الهايمن الاوبننج عشان نشوف اذا كان عندنا فورين بادي، فبنسميه فاجينوسكوب لان دخلنا ثرو ذا فاجينا ثرو ذا هايمن الاوبننج. ما هو ده اساسا بيخش ثرو يوريترا الاوبننج عشان اللي هياخد كرسي معلش هيرجعه مكانه تاني في مكانه بالظبط، فشوفوه بالظبط كان فين عشان هيرجع بالظبط مكانه. فبالتالي ممكن ندخل زي فاجينوسكوب كده عشان نشوف الفورين بادي. طيب اكتر حاجه فورين بادي، هل في اسباب اخرى لواحده تشايلد هود يجي لها انفكشن فاجينايتس؟ ورمز بالظبط كده، هي عندها ورمز انتيروبياس مش عارف ايه حاجه في الستور، فبالتالي حصل لها يعني انفكشن برده في الفاجين، فهما دول اكتر سببين. فاحنا لما بتجيلنا واحده ست معاها بنتها بتقول عندها ايتشنج او عندها ابنورمال ديسشارج او كده، على طول بنفكر يا اما فورين بادي يا اما يكون في ورمز، فبنقول لها اعملها او باس سيلز ان يورين، فبرده عامله لها اريتيشن، فبنقول لها اعمل لها يورين اناليسيس، اعمل لها ستول اناليسيس، ولو ما لقيناش حاجه بنعمل لها مثلا اكس راي هنا لانه ممكن يبقى ايكوجينيك الفورين بادي ده، او في الاخر بقى لو فعلا ديسشارج كبير وكده يبقى ساعتها ممكن ان احنا بنستخدم فاجينوسكوب وريموف الفورين بادي ثرو الفاجينوسكوب او ثرو الهايمن الاوبننج اللي موجوده دي. في سؤال في التشايلد هود؟ طب البوست منوبوز
البوست منوبوز. ايه اسباب الفاجينايتس موسلي في البوست منوبوز؟ اتروفيك يعني يكون ان لان الاستروجين ده هو اللي بيعمل ريجينريشن وبالتالي بيعمل لنا الميكوزا اللي هي الاستراتيفايد سكيم ابيثيليوم بتاعه الفاجينا اللي هي فيري سترونج ابيثيليوم وبروتكتيف. فعدم وجود الاستروجين لان هي دخلت في المينوبوزال ستيت, عدم وجود الاستروجين فهيبقى الفاجينا مش بروتكتد او اتروفيك, فممكن يحصل لها سكارينج للفاجينا ويحصل لها ريبيتد انفكشن. فطب طالما هي اتروفيك فاجينايتس لو جيت ان هي تعمل لها تريتمنت هتحب تعمل لها ايه؟ استروجين كريم. استروجين كريم بالظبط كده, بنحط لها استروجين كريم عشان يعمل ريجينريشن للميكوزا فبالتالي نحل مشكله الاتروفيك فاجينايتس اللي موجود. فدول بالنسبه للتشايلد هود والبوست منوبوز. في سؤال في الاثنين دول؟ نيجي بقى لموضوعنا الاساسي اللي هو في التشايلد بيرنج بيريد اللي هو بتوين بيوبرتي تو منوبوز واحده تشايلد بيرنج بيريد. التشايلد بيرنج هم احنا قلنا ان هم مور لايبل ان هم يجي لهم انفكشن, لكن ات فيري سيم تايم هم برده بروتكتد. يعني طالما ان هم مور لايبل ربنا خلق لهم اكتر بروتكتيف ميكانيزمز. ايه هم البروتكتيف ميكانيزمز اجينست انفكشن في التشايلد بيرنج بيريد؟ البي اتش بتاعت الفاجينا. بي اتش بتاعت الفاجينا ايه؟ اسيديك ولا الكالاين؟ اسيديك بي اتش. ايه اللي بيخليها اسيديك بي اتش؟ في عندنا في الكومنسلز اللي موجوده في الفاجينا اللاكتوباسيلاي دي بتاكت على الجلايكوجين. طب الجلايكوجين ده منين جه؟ منين الجلايكوجين ده؟ من الديبوزيشن بتاعه الجلايكوجين نتيجه لوجود الاستروجين كونتنت. ف اللي هياخد كرسي يرجعه مكانه بالظبط. اوكي يا منسي معلش عشان في امتحانات نسي خالص. فالاستروجين اللي موجود في التشايلد بيرنج هو اللي بيعمل مور ديبوزيشن للجلايكوجين, تيجي اللاكتوباسيلاي اللي هي نورمال كومنسل تشتغل على هذا الجلايكوجين وتريليز لاكتيك اسيد, فده اللي بيعمل الاسيدوز او الاسيديك بي اتش بتاعه الفاجينا. فبالتالي احنا محتاجين جلايكوجين اللي هو بيعمله الاستروجين خلاص, ومحتاجين اللاكتوباسيلاي اللي هي نورمالي كومنسل موجوده, فده بروتكتيف ميكانيزم البي اتش. فبالتالي اللي بيعمله كل شويه دوشينج باي ميديا اسيديك مور اسيديك ميديا او الكالاين ميديا او حاجه اللي هي ليها اودر ومش عارف بيرفيوم ده كلام من ده كله بيغير البي اتش الايكو سيستم بتاع الفاجينا والبي اتش, فبيخليها مور لايبل ان هي تبقى يجي لها انفكشن. فمش المفروض ان كل شويه يستخدموا دوشين كده لان الدوشين ده هو اللي بيبريديسبوز تو انفكشن خلاص. فده مهم ان هو في كرسي هنا, في كرسي هنا في الفيرست رو اهو. فبالتالي مهم جدا انه دايما ان اوار الستات وانتوا في الوحدات الصحيه او اتافر ان هي مش كل شويه تستخدم دوشينج ماشي, لان ده هيغير الايكو سيستم بتاع الفاجينا وهيغير البي اتش بتاعه الفاجينا اللي هي اصلا بروتكتيف. فاحنا دايما بنبقى عايزين انه الدوشينج ده يبقى ميديكيتد دوشينج او ان هو نيوترال دوشينج, لا ولا بيخليه مور اسيديك ولا مور الكالاين, لان لو بقى مور اسيديك او مور الكالاين ده هيبريديسبوز تو سيرتن فورمز اوف انفكشن. فاول حاجه زي ما انت قلتوا البي اتش بتاعه الفاجينا اللي هي اسيديك بي اتش بتاعه الفاجينا ده بروتكتيف. ايه كمان؟ استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. احنا بنقول الفاجينا الاين باي استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. كيراتينايز ولا نان كيراتينايز؟ طبعا نان كيراتينايز, هو الجلد بس هو اللي كيراتينايز, لكن الفاجينا نان كيراتينايز لان هي فعلا يعني ريلاتيفلي جوه بروتكتد طبعا عن الجلد, فمش محتاجه قوي انها تبقى كيراتينايز, فهي نان كيراتينايز استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. فاللي بيبروتكت الفاجينا وجود طبعا الاستروجين اللي هو بيعمل الجلايكوجين, وجود البي اتش اللي هو الاسيديك بي اتش, والستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم, دول الحاجات اللي هي ناتشرال بروتكتيف ميكانيزم. وطبعا الاميون سيستم بتاع الست ان هي عندها يمور والسيل ميديت الاميونتي وكده, فالاميونتي بتاعتها. طب ايه الحاجات اللي ممكن تبريديسبوز تو انفكشن, او ايه الاوقات اللي هي اكتر تبقى هي لايبل انه يحصل لها انفكشن؟ pregnancy had decreased immunity for liable to infection lower ولا upper genital tract infection lower. ليه lower؟ عشان cervical mucus plug كويس بالنتيجه بروجستيرون عالي, فده بيبروتكت ان يحصل لها upper, ودي حاجه كويسه جدا عشان يحمي البيبي وكده. ففعلا لو هي يعني predisposed to infection هيبقى lower genital tract infection. هو البي اتش بتاع الفاجينا لوحده pregnant هيبقى more towards acidic ولا alkaline؟ acidic. ليه؟ عشان الاستروجين, لان الاستروجين عالي. مش احنا عندنا في الديورينج بريجننسي استروجين بروجستيرون اثنين عاليين, فوجود استروجين عالي طبعا هيبقى مور اند مور اسيديك. فعشان بس لما نيجي نشوف الاورجانيزمز اللي عندنا نبقى عارفين ديورينج بريجننسي هي شي از مور لايبل تو جيت ويتش فورم اوف اورجانيزم اللي هو طبعا بيجي في مور اسيديك مين. يبقى انتوا قلتوا لي شي از لايبل في ديورينج بريجننسي. ايه كمان؟ سيكشوال انتركورس طبعا افتر سيكشوال انتركورس. ليه؟
هو سيشن انتركورس السيمن ده اسيديك ولا الكالاين؟ الكالاين. فبيغير البي اتش بتاعت الفاجينا الكالاين ميديا، فبالتالي تبقى مور لايبل ان هو يحصل لها انفكشن بالحاجات اللي هي بتعمل لنا مور الكالاين ميديا. طب ايه كمان غير السكشوال انتركورس والبريجننسي؟ المنسترويشن، المنسز، البلاد ده اللي هو بتاع المنسترويشن مور اسيديك ولا الكالاين؟ الكالاين. فبرضه تبقى لايبل ان هو يحصل لها انفكشن لان اراوند ذا اتش اوف. لا هقول حاجه. فاراوند الوقت المنسز، فطبعا هي الليميتي بتبقى اقل، وفي نفس الوقت هي لايبل ان يحصل لها انفكشن عشان الالكالاين بلاد اللي هو بينزل. فدول اوقات اللي هي وقت الانتركورس، وقت البريجننسي، وقت المنسز. ايه كمان؟ لونج اه بالظبط، لونج تيرم انتي بايوتيك. كويس، لو هي اخذت انتي بايوتيكس فور لونج تيرم، ده بيخلي يبريدومينيت الفانجل انفكشن، فيبقى عندنا فانجل انفكشن اكتر. ايه كمان؟ انكنترول دايابيتس. لو هي عندها الاميونتي اصلا قليله، انكنترول دايابيتس، بتاخد كيموثيرابي، راديوثيرابي، ماشيه على ستيرويد فور لونج تايم، كل الحاجات اللي هي ممكن تقلل الاميونتي. ايه كمان؟ رابتشر اوف ميمبرينز. ده بريجننسي بقى، ده بريجننسي يعني بريجننت وحصل رابتشر، يعني ده فيري سبيسيفيك حاجه اللي هي كل الناس، مش لوور جينيتال تراكت انفكشن، مش فاجينايتس. فاحنا بنتكلم على فاجينايتس، قلتوا لي بريجننسي، سكشوال انتركورس، منسز، الهايجين ديكريس. ما طبعا اكتر حاجه اللي هي استخدام الدوشين زي ما قلنا فيغير البي اتش بتاعت الفاجينا، واستخدام برده السنساتك مع اندر ويرز او كده مش كاتن، فدي برده بتخلي الميديا تبقى مور وورم، فبتخلي ان هو مور لايبل ان هي يحصل لها انفكشن، فانجل انفكشن. يعني يا دكاتره افندم، ديكريس استروجين ده هيبقى ريليتد للمينوبوز، لان احنا الحالتين اللي بيأثروا على الاستروجين في الفيميل pregnancy، وايه كمان؟ contraception COPs، لان ده مور استروجين هي بتاخده، فالاثنين دول بيعملوا مور اسيديك بي اتش. خلاص، فهتلاقي ان هو في الاسيديك بي اتش. لو مركبه اي دي مش كده، لو في اي فورين بودي موجود، لو هي ركبت اي دي، لو لسه عامله مثلا دي ان سي، لو عامله هيستروسالبنجيوغرافي، كل ده لايبل ان هو يحصل لها فاجينايتس او يحصل لها لو جينيت تراكت انفيكشن. فاحنا كده عرفنا ايه هما البروتكتيف ميكانيزم للتشايلد بيرنج، وفي نفس الوقت ايه هما امتى تبقى مور ريسك فور ديفلوبينج انفيكشن. اكتر ثلاثه انفيكشنز بنشوفهم هما البكتيريا الفاجينوز بالترتيب ده، البكتيريا الفاجينوزس، يليها المونيليا انفيكشن فانجل انفيكشن اللي هي الكانديدا، يليها الترايكومونس فاجينالز بهذا الترتيب. يعني دول فعلا اللي احنا بنشوفهم، يعني عشان وايه اهميه الترتيب؟ عشان لما تجيلك واحده عندها فاجينال ديسشارج انت بتفكر برده بالترتيب ده، لان هو واتس كومن از كومن، فهي مور كومن ان هي يبقى عندها بكتيريا الفاجينوزس، فهتفكر انت الاول في بكتيريا الفاجينوزس، يليها الفانجل انفيكشن، يليها اخر حاجه اللي هي الترايكومونس انفيكشن. طب نتكلم على البكتيريا الفاجينوز. بكتيريا الفاجينوز دي نتيجه ليه؟ انيرابيك انفكشن بقت هي يعني موجوده عندنا انيرابيك انفكشن اكتر في الكومنسلز بتاعه الفاجينا، فبالتالي لما الانيرابيك هو البريدومينيت ده بيخلي انه تبتدي الجاردنريلا اللي هي اصلا واحده من الكومنسلز دي تفلير اب وتبتدي تعمل لنا انفكشن. يعني البكتيريا الفاجينوز ده الكوزتيف اورجانيزم بتاعنا اللي هي الجاردنريلا فاجينالس. طيب وبتعمل ايه الجاردنريلا؟ بتعمل لنا certain type of discharge. مهم قوي في كل اورجانيزم من دول يا دكاتره تعرفوا الشكل الديسشارج ايه والتريتمنت بتاعه، لان هو الفاجينال انفكشن او الفاجينايتس احنا انت ممكن تشخصها بالتليفون، بس هو ما ينفعش انك انت تشخص بس بالتليفون. ليه؟ لان ممكن يبقى في حاجه يعني اوحش موجوده هي الست مش واخده بالها منها، هي مضايقها مثلا الديسشارج، لكن في عندها مثلا ليكوبليكيا وعندها حاجه في البالبا وهي مش بينفل فهي مش مضايقاها. فانت وانت بتعمل اكزامينشن اللي هتاخد بالك من حاجات ممكن الست ما تاخدش بالها منها، فما ينفعش التشخيص ولا بالتليفون ولا انترنت ولا واتساب ولا مش عارف ايه انا عندي كذا فاخد ايه. الكلام ده مش طبي خالص، فمفيش حاجه اسمها انا عندي كذا اخد ايه، في حاجه اسمها اكزامينشن في النص لازم تبقى فولفيلد قبل ما اخد ايه. خلاص، يعني مفيش حاجه اسمها سيمتومز تريتمنت، سيمتوم ساينز انفستيجيشن تريتمنت، هو ده اللي لازم نمشي بيه. يعني هي قالت لك سيمتوم، انت لازم تشوف ساينز، تعمل انت اكزامينشن، ممكن كمان بلس اور ماينس تحتاج انفستيجيشن وبعدين تدي لها التريتمنت، لكن ما ينفعش سيمتوم تريتمنت على طول. فايه شكل الدشارج بتاع البكتيريا الفاجينوزس؟ الدشارج بيبقى اكسسيف، فرطي. اوحش حاجه بتضايق العيانه ان هو مالودوس، يعني بتقول لك انا عندي زي ميه بتنزل عليا من كتر ما هو اكسسيف، وريحته وحشه جدا، ريحته فظيعه، ساعات بنقول عليه فيشي اودر، يعني زي السمك البايض، يعني فبتبقى حاجه وحشه شديده الوحش.
مش irritant يعني هي ممكن ما بتهرش ولا عندها pruritus value ولا حاجة, بس هي مشكلة عندها الأودر الوحشة جدا بتاعت البكتيريا الفاجينوس. فده اللي هما لازم تبقوا واخدين بالكم منه في البكتيريا الفاجينوزس. هتساعد نقول عليه فيشي أودر, يعني هو فراسي واكساسيف ومال أودرس ممكن ما يبقاش irritant, بس هي السيمتوم الstriking بالنسبة لها ان هو very bad odor او mal odorous او fishy odor. فده بالنسبة للبكتيريا الفاجينوس اللي هي the commonest type of infection, وهو مش sexually transmitted disease, هو كده كده موجود في الفاجينا, يعني مش sexually transmitted disease. طيب نيجي على second most common. second most common هو ال candida infection. ال candida infection ايه بقى ال candida infection دي؟ ده caused by فانجل انفكشن او كانديدا البيكنز او مونيليا انفكشن, كل ده نفس الحاجه. طبعا ده كوز باي بكتيريا اسمها بكتيريا الفاجينوزس, لكن ده كوز باي كانديدا او فانجل انفكشن. شكل الدستارج بتاع الكانديدا ايه؟ تشيزي قط تشيز, يعني اللي هو يعني حاجه بيضه كده وممكن تبقى لازقه على الفاجينال ميكوزا, يعني it is very cheesy with thick قط تشيز كده ولازقه ممكن على الفاجينال ميكوزا اكستريملي سكانتي, يعني ممكن هي ما تحسش ان عندها دستارج اصلا. طيب ليه اودر؟ لا برده مالوش اودر خالص, يعني هو فيري سكانتي ومالوش اي اودر خالص, اودرلس وابيض او يعني ثيك يا اما وايتش او كده, امال ايه اللي مضايقها؟ اكستريملي ايريتد, يعني ست ممكن من كتر ما بتهرش كده في نفسها ممكن تعمل بليدنج بوينتس من كتر ما هي عندها سيفير ايريتيش, تيجي تقول لك انا ممكن اقطع نفسي من كتر الهرش وكده, سيفيرلي ايريتد. فهو الحاجه بتاعه المونيليا او الكانديدا او الفانجل انفكشن ان هم اكستريملي ايريتد, زي ما ده قلنا ان هو الاودر بتاعته هي اللي رهيبه, هي بتجيبها الاودر كويس, هنا بيجيبها الايتشنج والاريتيشن. ده ممكن تقول لها طب انت عندك افرازات, تقول لك لا ما عنديش افرازات خالص, فانا هي مش شايفه او مش مضايقه افرازات, يعني الاذر وير از نيفر سوكت او ستيند او حاجه, يعني مش مضايقاها دي, هي مضايقاها السيفير ايتشنج اللي موجود فيها. فده بالنسبه للكانديا انفكشن اللي هي المونيليا انفكشن. طب امال الترايكومونز؟ الترايكومونز ده كوزد باي البروتوزوال اورجانيزم كويس, بروتوزون اسمه الترايكومونز فاجينالس, فلاجيليتد اورجانيزم كده, وده وان اوف ذا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز, يعني ما يجيش غير اس تي دي, يعني هو الترايكومونز سيكشوالي ترانسميتد ديزيز او وان اوف ذا اس تي ديز. يعمل لها ديسشارج, يعمل لها ديسشارج برده اكسسيف وفراثي والاودر بتاعته وحشه شويه وايريتنت شويه, يعني واخد شويه من الحاجات بتاعه البكتيريا فاجينوزس على الحاجات بتاعه الكانديدا, بس ليه لون يعني يلوش, يعني ليه لون, وده كان جريش. فهو اكشوالي الترايكومونس ميكستشر شويه من الكانديدا على البكتيريا الفاجينوزس, بس الايريتيشن اقل بكثير من الكانديدا كويس, والاودر يعني باد اودر بس نوت اس باد اس بتاعه البكتيريا الفاجينوزس. فده بالنسبه للترايكومونس. واضح الفرق بين شكل الدستشارج بتاع كل واحد والتاني؟ ده اكستريملي امبورتنت, لان انت هتفرق ما بينهم كده, احنا وي دونت دو اكتوال انفستيجيشن, احنا بس بنكزامن عشان نكونفيرم فعلا شكل الدستشارج اللي هي العيانه بتقول عليه. فاحنا عشان كده بنعمل لها لوكال اكزامينشن اللي هو بي في وسبيكولم اكزامينشن, عشان تبص على الدستشارج, تبص على السيرفكس, تبص على الفاجينا, تتاكد من الدستشارج اللي هي العيانه بتشتكي منه. فهو ده اخرنا في الانفكشن. وي دونت نو دو مثلا سواب فور كلتشر انسنسيتيفيتي. ليه we don't do a swab for culture sensitivity؟ ما نعمل swab for culture sensitivity. diagnosis is very easy by شكل الدستشارج. It's nearly diagnostic. أكثر من 99% أنت هتجيب الدياجنوزيس ده كده. فليه بقى تعمل الكوست بقى؟ يعني cost effectiveness ما ملوش معنى انك انت هتعمل discharge for culture sensitivity وفي نفس الوقت it will take time. طب ما هو انت بتدي treatment على طول, امال امتى بنعمل culture sensitivity؟ لو لقينا ان هي اخدت التريتمنت وجايالك ان هي لا مش حاسه باي تحسن, يبقى ساعتها كان في مشكله في الدياجنوز, او الدياجنوز مش صح, او ممكن يبقى عندنا another form of infection mixed معاه, فساعتها بنعمل discharge بناخد culture and sensitivity. لكن العادي ان احنا بنجو for immediate treatment وخلاص. احنا كده قلنا ايه هو الكوزيتيف اورجانيزم كويس, قلنا ان البريديسبوزينج فاكتور ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. طب امال البريديسبوزينج فاكتور بتاعه البكتيريا الفاجينوزس هي ملهاش بريديسبوزينج فاكتور, لان كده كده هو الانيرابيك انفكشن موجوده, الانيرابيك اورجانيزمز اوريدي موجوده. لو هي اللي حصل لها فليرنج اب لاي سبب من الاسباب اكتر بيخلي ان عندها البكتيريا الفاجينوزس. طب امال ايه البريديسبوزينج فاكتور للكانديدا؟ دايبيتس. ايه كمان؟ pregnancy. يعني دايبيتس بتعمل ايه؟ بتقلل الايمنج. البريجنسي بيعمل ايه؟ بس برضه بيقلل الايمنج. فهو فعلا ديكريزد اميونيتي هو اللي بيبريديسبوز لفانجل انفكشن.
لو حصل ديكريز للاميونيتي لاي سبب من الاسباب بريجننسي دايبيتس ماشي على ستيرويدز ماشي على كيمو يعني اي حاجه بتقلل جنرالي الاميونيتي بتخلي الفانجس انفكشن اللي اوريدي الفانجس ده موجود في الفاجينا يبتدي ان هو ياخد فرصته لانه اكشوالي الفانجس ده يعني لو فيرولنت اورجانيزم فمحتاج ان الاميونيتي تقل عشان هو يشتغل لكن لو الاميونيتي بتاعتها كويسه هو مش هيعرف يشتغل فعشان كده لازم الاميونيتي تقل عشان الفانجس انفكشن ده يقدر يشتغل فلازم يبقى في بريديسبوزنج فاكتور يعني احنا اللي غيرنا البي اتش الاسيديك هي الاميونيتي بتاعتها قلت لاي سبب من الاسباب عشان هو يقدر ان هو يشتغل او يعمل لنا انفكشن. طيب اخبار البي اتش بتاعت الفاجينا ايه؟ احنا قلنا ان نورمال بي اتش هي اسيديك. طب البكتيريا الفاجينوزس لو حصل هذا الديشارج هيخلي البي اتش بتاعه الفاجينا زي ما هي اسيديك ولا مور تورد الاسيديك اكتر ولا مور تورد الكالاين اكتر؟ الكالاين. البكتيريا الفاجينوز بتبقى مور الكالاين. طب امال المونيليا؟ لا مور اسيديك. مور اسيديك عن اللي هو 3.8 ل 4.5 هي نورمال بي اتش بتاعه الفاجينا من 3.8 ل 4.5 لكن الكانديدا بتبقى مور اند مور اسيديك اللي هي هتبقى اقل كمان من 3.8 ولكن في البكتيريا فاجينوزس اكتر من 4.5 وبرده الترايكومونس اكتر من 4.5. طب الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليهم دول سهل التفرقه بين كل واحد والتاني ولا في مشكله بين بعض الانواع ممكن يبقوا متلخبط؟ اخبار الكانديدا انفكشن ايه؟ لا ده سهل جدا سهل قوي ده باري اتشي وسكانتي وقط تشيز وبتاع ما يتغيرش ما يتلخبطش مع الاثنين تاني ملوش ريحه يعني ما يتلخبطش خالص بين الاثنين التاني. هو بتحصل لنا المشكله ما بين البكتيريا الفاجينوزس اند ترايكومونس لان الاثنين بيبقوا فراسي اند اكسسيف الاثنين ليهم كلر كويس وهذا الكلر ده يلوش جريش جرينش يعني ليهم كلر والاثنين برده ريلاتيفلي مالودرس واحد اتشي واحد مش اتشي ما هو العينه مش ممكن ما تفرقش قوي وتقول لك عندها اريتيشن وخلاص ما تبقاش قوي قصه الاتشين دي موجود. طب هل لازم نفرق بينهم؟ هو امتى لازم نفرق بينهم؟ لو المانجمنت مختلف او لو التريتمنت مختلف. طب تعالوا نشوف التريتمنت بتاع كل حاجه. التريتمنت بتاع الكانديدا انفكشن هي ايه نوع الاورجانيزم هنا؟ ده فانجل انفكشن فبالتالي التريتمنت هيبقى انتي فانجل تريتمنت. حد منكم يعرف ايه انواع الانتي فانجل او عيله الانتي فانجل؟ الفلوكونازول فبنديها اورال فلوكونازول اورال فلوكونازول وده مش محتاج غير ان احنا نديه سنجل اورال دوز 150 ملي جرام. الدوزس والاسامي اللي انا بقولها عليكم عشان نبقى واضحين هيبقى في اكتر من كده في الكتاب مش مشكله مش مهم مش يعني ممكن ما تسيبوها لكن اللي لازم تعرفوه الحاجات اللي انا بقولها وكاتباها على البورد فبالتالي دول لازم ما ينفعش تبقى جي بي يو دي فانجل ايوه يعني ياخد ايه لا ما انا ما ذاكرتش بقى العلاج ما ينفعش فلازم تبقى هو علاج واحد طالبه منكم لكل حاجه خلاص. فالتريتمنت بتاع المونيليا انفكشن ده فلوكونازول وده بيبقى سنجل اورال كبسول كده حتى بيتباع كبسوله في العلبه فيها كبسول فسنجل اورال دوز 150 ملي جرام وممكن تكررها بعد اسبوع عشان بروفيلاكتيك اجينست ان يجيلها ريكيرنت انفكشن يعني وان دوز از تريتبل از تريتمنت از ثيرابي لكن ممكن تكررها بعد اسبوع كبروفيلاكتيك اجينست انه يحصل لها تاني لان هي عندها البريديسبوزنج فاكتور. طبعا لو كانت دايابيتك لازم بروبر كنترول اوف دايابيتس لان لو ديدن كنترول الدايابيتس بتاعتها هيجيلها ريكيرنت انفكشن كل شويه يعني انت حتى الدايابيتك هتقول لها يا مدام انا بديكي بس حاجه عشان الهرش اللي انت فيه ده لكن مش هيروح خالص كل شويه ممكن يرجع لك طول ما السكر مش متظبط لازم تظبطي السكر بتاعك عشان ما يرجع لكيش تاني الهرش والمضايقه بتاعه الفطريات اللي موجوده عندك فده اكستريملي امبورتنت. طيب افرض انها حامل هو ممكن يجي وهي حامل ده هو اكتر بيجي وهي حامل ده هو اكتر بيجي وهي حامل ينفع اديها الفلوكونازول اورالي ده وهي حامل؟ لا دي استراتيجي اي فيرست تريمستر سكند تريمستر ثيرد تريمستر امتى بالظبط؟ اول ثرو بريجننسي اول ثرو بريجننسي يعني كانت في الفيرست في السكند في الثيرد انا ما ينفعش ان انا اديها الاورال فلوكونازول. طب امال اعمل لها ايه؟ حاجه لوكال اديها لوكال بالظبط كده يا اما ميكونازول كريم او جل او كده فبديه لها لوكال واللوكال دايما بيبقى وانس بير داي فبديه لها لوكال فور 3 دايز او فور 7 دايز في حاجات 3 ايام في حاجات 7 ايام مش مهم تعرفوا الفرق هو المهم ان هو بيبقى وانس بير داي اللوكال ده فلو هي بريجننت في اي وقت من الحمل ما ينفعش ان هي تاخد الاورال كويس فهي لازم تاخد اللوكال وبرده هو على فكره الفلوكونازولز دول ميتابولايزد في الليفر فلو هي عندها ليفر ديزيز او كده برده هو هيبقى هيباتوتوكسيك فمش بنديهم ليه اللي عندهم ليفر ترابلز مش مشكله الليفر ترابلز دي مش موجوده عندكم في الكتاب بس البريجننسي موجود. طيب ده بالنسبه للمونيل اللي هو شكل الديسشارج والتريتمنت بتاعه.
طب نيجي للبكتيريا الفاجينوزس. هو نوع الانفكشن هنا ايه؟ بكتيريا. انهي نوع البكتيريا؟ انيرابيك انفكشن. طب ايه التريتمنت بتاع الانيرابيك انفكشن؟ مايكرونيدازول. بالظبط كده، مايكرونيدازول 500 ملي جرام كل 12 ساعه لمده 7 ايام. مايكرونيدازول اورال 500 ملي جرام every 12 hours for 7 days for 1 week. ده بالنسبه للتريتمنت بتاع البكتيريا الفاجينوزس. طيب لا افرض ان هي حامل، ينفع اديها المايكرونيدازول؟ ها في السكند والثيرد ترامستر. فيرست ترامستر تراتوجين، وده منطقي، معظم الادويه بتبقى في الفيرست ترامستر اللي احنا بناخد بالنا، لكن في السكند والثيرد ترامستر ما بيبقاش فيه مشكله. ففي الفيرست ترامستر هو اللي بديها لوكال، يا اما كريم يا اما سابوزيتوريز يا اما كده. لكن لو هي جالها الانفكشن في السكند او في الثيرد ترامستر، هو ان انا ممكن ادي لها اورال مايكرونيدازول عادي، ما فيش اي مشكله خالص. طيب نيجي للتريكومونس. التريكومونس ده بروتوزوال، بروتوزوال انفكشن. ايوه يعني ايه؟ لقوا ان هو سنسيتيف للمايكرونيدازول، برغم ان المايكرونيدازول ده انتي بايوتيك يعني اجنس بكتيريا، بس لقوا ان هو الترايكومونس سنسيتيف تو مايكرونيدازول. وده الحمد لله جدا، لان هو نفس التريتمنت بتاع البكتيريا فاجينوزس اللي انا ممكن اتلخبط ما بينهم، لان هي جايه لي بديسشارج انا مش عارفه هو بكتيريا فاجينوزس ولا ترايكومونس. فهو التريتمنت واحد، هو التريتمنت الاثنين مايكرونيدازول. بس المشكله في الدوز، لان الدوز بتاعه الترايكومونس هي كفايه مايكرونيدازول السنجل اورال دوز 2 جرام. يعني ايه 2 جرام؟ يعني 4 تابلت تاخدهم مره واحده مع بعض، مع بعضهم تاخد 4 تابلت. طيب بس في حاجه مهمه قوي في الترايكومونس هنا، البارتنر لازم تو تريت، لان ده STD سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. يعني ما قلناش قصه ان جوزها هياخد علاج في البكتيريا فاجينوزس ولا في الكانديدا، لانه ات از نوت سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، لكن الترايكومونس سيكشوالي ترانسميت. وعلى فكره الستات عارفين، بيقول لك في العياده تقول لك ايه؟ طب وجوزي ياخد علاج؟ لما تقول لها انت عندك التهابات وبتاع فخدي العلاج ده، تقول لك طب وجوزي ياخد علاج؟ لان هما بيبقوا عارفين ان في حاجات سيكشوالي ترانسميتد، فبالتالي لازم البارتنر ياخد علاج اللي هو زي الترايكومونس. يعني جوزها هياخد ايه؟ نفس الدوز اللي هي سنجل اورال دوز 2 جرام اوف مايكرونيدازول. طب لو انا شاكه ان الست دي عندها هي ترايكومونس ولا بكتيريا الفاجينوزس، اعمل ايه؟ هدي الدوز اللي هي لمده اسبوع السبع ايام. طب وجوزها؟ هي سنجل اورال دوز، ما هو مش ممكن يبقى عنده بكتيريا الفاجينوزس، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي جوزها كده كده هياخد السنجل اورال دوز اللي هي 2 جرام سنجل اورال دوز اوف مايكرونيدازول. لكن لو انا شاكه بين الاثنين، يبقى اقول لها طب انت يا مدام هتاخدي المايكرونيدازول ده 500 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع، بس جوزك هياخد سنجل اورال دوز اوف 2 جرام مايكرونيدازول. فده بالنسبه للتريت. واضح؟ فاجينايتس او فاجينوزس الاثنين واحد، يعني بكتيريا الفاجينوزس او بكتيريا الفاجينايتس، يعني اتس ان انفكشن، فالاثنين واحد. ساعات ما بنقولها فاجينوزس لان اتس اوريدي كومنس بريزنت جوه، فما بنعتبرهاش ايتس، لكن لو عملت انفكشن نقول عليها ايتس، بس الاثنين يعتبروا واحد. ده اللي كنا لسه بنقول ان هو مش مستاهل. انت يو كان دايجنوز ات في اكتر من 90% اوف ذا كيسز من غير ما تعملي الكالتشر. لو هي جات لك بعد كده بان السيمتوم زي ما هم وما اتحسنتش، اللي ساعتها بنجو فور كالتشر سنسي. طب افرض عملنا كالتشر، بنشوف ايه؟ ده بالنسبه للانفستيجيشن اللي احنا بنتكلم عليها. لو في البكتيريا الفاجينوزس بنشوف حاجه اسمها كلو سيلز. ايه الكلو؟ يعني لو هو قال لك كلمه كلو سيلز، خلاص قال لك انا شفت تحت الميكروسكوب، يعني انت خدت سواب فور كلتشر سنسيتيفيتي اللي هم زي كوتن تيب سواب دي، وبتبعتها المعمل، فهو دكتور الباثولوجي او المايكرو بيبص عليها ويقول لك انا لقيت كلو سيلز. لقى كلو سيلز يعني معناها ان هو لقى جاردنريلا او لقى بكتيريا الفاجينوزس. ايه هي الكلو سيلز؟ بتبقى الانيروبيك سيلز او بكتيريا دي موجوده على الابيثيليال سيلز، عامله زي المفتاح فبيبقى مشرشر كده يعني، فبيبقى عامل لنا زي الكلو سيلز. فكون ان هو لقى كلو سيلز، طبعا ده على طول انت بتدياجنوز او انت بتبقى بتتكلم على بكتيريا الفاجينوزس. طب امال الفانجل انفكشن ده لو انا خدت منه وبعته فور كلتشر سنسيتيفيتي، هو الكالتشر بتاعته هيقول لنا فيه هايفي او سودو هايفي، لان الفطريات دايما بتعمل كده هايفي او حاجات سودو هايفي. فلو قال لك فيه هايفي او سودو هايفي، يبقى هو بيتكلم على مونيليا انفكشن. امال الترايكومونس لو قال لك ان لقينا فلاجيليتد اورجانيزم، فلاجيليتد اورجانيزم ليه 3 فلاجيلي و 4 فلاجيلي سوري من قدام وواحد اكزوستايل من ورا، فده بيتكلم على ترايكومونس انفكشن. فهو لو قال لك لقينا كلو سيلز يبقى بكتيريا فاجينوس، قال لك هايفي وسودو هايفي يبقى بيتكلم على مونيليا انفكشن، قال لك لقينا فلاجيليتد اورجانيزم او تروفوزويد او مش عارف ايه، يبقى هو بيتكلم على ترايكومونس. نبص كده على الصوره بتاعتها.
طيب هو ده شكل الكلو سيلز او يعني ده شكل تحت المايكروسكوب اللي هي بنلاقي بيحطوا فيها سيلز بعدين فيها زي حاجات كده اسمها سيلز او ده الحاجه هي الدكاتره او البادي بتاع الفرخه يعني بيبقى عندنا بادي كده اللي هي او يعني موجود زي التشعبات بتاعه الفكره عارفين لما بتسيبه مثلا عيش او حاجه بيتكون عليه حاجه هو ده يعني ده الهايفي او سودو هايفي ده بتاع ال شايفين الدشارج بتاع المونيليا عامل ايه يعني الدشارج بتاع المونيليا فعلا زي ما بنقول ان هو فيري سكانتي ووايت كات تشيز يعني بيبقى ممكن لازق على الفاجينا الميكوزا لانه هو لازق على الميكوزا بتاعت الفاجينا انت تضطر انك انت تشيله كده سكرابينج ويتميلي ليف بليدنج بوينتس مكانه فعشان كده ده مهم الدشارج بتاع المونيليا از اكستريملي كاركترستيك حتى ساعات بيقولوا عليه كات تشيز يوجورت لايك يعني حاجات اللي هي كيردي يعني كيردي فهو ده بالنسبه للمونيليا ده البروفوزويد او بتاع الكرومودس اللي هو فيه اربعه فلاجيلي من قدام وواحد اكتف سايد دي حاجه غير كاركترستيك للبتاع الكرومودس دي بقى لو شفتها انك انت تقدر تفرق ما بين البكتيريا الباجينوزس والترايكومونس لو لقيت السيرفكس انفولفد دي تبقى تفتكروا ان دي حاجه بكتيريا فاجينوزس ولا ترايكومونس ترايكومونس لان ده قلنا اس تي دي وكمان زي ما هنشوف التراكومونس ممكن يعمل لنا كمان ابر جينيتال تراكت انفكشن ممكن يعمل لور اند ابر جينيتال تراكت انفكشن فلو لقينا السيرفكس انفولفد بايه يعني لقينا عليه زي ستروبري سبوتس كده او هايبريميك سيرفكس يعني السيرفكس نفسه عليه نقط حمراء ريدش سبوتس ده على طول انت بتدياجنوز ان دي ترايكومونس فرق لك كده ما بين الترايكومونس وما بين البكتيريا الفاجينوز طب افرض ما لقيتش السبوتس دي لا مش هقدر احكم لان السبوتس دي بتبقى موجوده في 25% من الحالات بس فوجودها بيدياجنوز ترايكومونس لكن عدم وجودها ما قدرتش انت برضو تحدد هي بكتيريا الفاجينوزس ولا ترايكومونس لكن لو هو بيعمل اكزامينشن او في الكيس قال لك ان احنا باي اكزامينشن اون سبيكولم اكزامينشن لقينا هايبريميك سيرفكس او ريد سبوتس في السيرفكس او ستروبيري سيرفكس على طول انت يدياجنوز ان هو بيتكلم على ترايكومونس انفكشن فا اتس ان اكسبتبل انك تقول له ميترونيدازول 500 ملغ كل 12 ساعه لمده اسبوع لان ده بتاع البكتيريا الفاجينوزس فهنا يبقى لازم تبقى التريتمنت بتاعنا 2 جرام اورال ميترونيدازول ليها وللهازبند او للبارتنر بتاعها واضح يا دكاتره في سؤال بالنسبه للفاجينايتس فهم الفاجينايتس دي زي ما قسمناها قلنا تشايلدهود ودي بتبقى موستلي فورين بادي او وورمز بالانفستيجيشن اللي بنعملها والتريتمنت بتاع الحاجات بتاعتها البوست منوبوزال موستلي اتروفيك وده بندي لهم استروجين كريم لوكال استروجين كريم التشايلد بيرنج بيريد بتبقى يا اما بكتيريا الفاجينوزس يا اما مونيليا يا اما ترايكومونس وكل واحد شكل الدشارج بتاعنا ايه بكتيريا فاجينوزس في شيء اودر وبنديله ميترونيدازول توايس ا داي فور 7 دايز الكانديدا فيري ايريتنت كات تشيز وبنديلها فلوكونازول سنجل اورال دوز ويت ماي بي ريبيتد افتر ويك برده سنجل اورال دوز الترايكومونس دي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز دو تو تروفوزويد وبيبقى فلاجيليتد اورجانيزم كده وبنديلها هي والبارتنر بتاعها 2 جرام اوف ميترونيدازول سنجل اورال دوز في سؤال نيجي بعد كده امال ايه تاني تايب اوف سيرفيس تايب اوف لوور جينيتال تراكت انفكشن اللي هو السيرفيسات لان عندنا لوور جينيتال تراكت انفكشن قلنا يا اما فالفايتس كويس ودي هنتكلم عليها شورتلي يا اما فاجينايتس ودي اتكلمنا عليها يا اما سيرفيسايتس والسيرفيسايتس دي بتنقسم لاكيوت وكرونيك وفي حاجه اسمها سيرفايكال ايروجن اللي هي ممكن برضو تبقى فورم اوف انفلاميشن فاحنا عندنا اكيوت وكرونيك وعندنا ايروجن اللي هي ممكن تبقى ايزوفورم اوف انفلاميشن طب الاكيوت سيرفيسايتس اكيوت سيرفيسايتس يعني هي هتجيلنا تشتكي من ايه فيفر لا مفيش سيستميك مانيفيستاشن لان دي لوور طب ما تشتكي من ايه ديسشارج شكل الديسشارج ايه زي ده ولا ده ولا ده ولا ايه ميوكو بيرلنت ميوكو بيرلنت لان الميوكوس بيبقى الميوكوس اللي هو اكسسيف ديسشارج من السيرفكس اللي هي ميوكويد او ميوكوس بس بيرلنت لان هو في اورجانيزم ايه نوع الاورجانيزم اللي بيعمل لنا الاكيوت سيرفيسايتس ها اللي بالان احنا في النساء عندنا واحد برو سبيكترم انتي بايوتيك اللي احنا بنستخدمه ده دوكسي سايكلين ده عظيم جدا يعني
يعني لو قلت دوكسي سايكل لو كتبت دوكسي سايكل لو انت مش عارف هي ايه الانفكشن اللي عندها موصلي العين هتخف يعني ده دوكسي سايكلين او الفيبرامايسين وفي السيرفيسايتس اللي هي لو جينت تراكت انفكشن بنستخدمه لمده 7 ايام 100 ملي جرام كل 12 ساعه لمده 7 ايام ده بالنسبه للاكيوت سيرفيسايتس يعني هتجي لك العين تشتكي من اكسسيف ميوكوبيرلين ديسشارج ميوكوبيرلين فانت برده لو عملت لها اكزامينشن حطيت سباكولم اكزامينشن هتلاقي فعلا ميوكوبيرلين ديسشارج جاي من السيرفيس طب السيرفيس هيبقى عليه اي تشينجز يعني في ايروجن مثلا في السيرفكس في كده في الاكيوت فورم ما بنلحقش ولا انه يحصل هايبرترافيك سيرفيسايتس ولا يبقى عندها ايروجن ولا اي حاجه يعني لو لسه الانفكشن اكيوت خلاص يبقى ده مش هتلاقي اي حاجه ديفرنت في السيرفكس غير ان احنا عندنا ميوكوبيرلين ديسشارج فبالتالي هتقول لها ان هي تستخدم الدوكسيسايكلين ده اوريلي واحد كل 12 ساعه لمده اسبوع فده بالنسبه للتريتمنت بتاع الاكيوت سيرفيسايتس طب during pregnancy ينفع ادي دوكسيسايكلين لا استراتوجين طب امال ايه الالترناتيف during pregnancy azithromycin a single oral dose 1 gram طب ما ادي بقى لكل الناس azithromycin it's less effective عن الدوكسيسايكلين عشان كده لو هي she's not pregnant احنا we go for doxycycline خلاص اللي هو 100 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع لكن لو كانت هي pregnant مش هقدر ان انا اديها الدوكسيسايكلين لان هو تيراتوجينيك فبديها الazithromycin a single oral dose 1 gram single oral dose ده بالنسبه للسيرفيسايتس طبعا مش لازم يعني انت قلت ان ممكن يبقى جونوريا ممكن يبقى كلاميديا ممكن يبقى حاجات نون سيكشوالي ترانسميتد يعني مش سيكشوالي ترانسميتد ديزيز هو بولي مايكروبيال فبالتالي مش شرط ان انا اجو فور تريتمنت للهازبند لانه في حاجات بتبقى مش يعني مش سيكشوالي ترانسميتد فانت بس بتعمل لها هي تريتمنت اللي هو بتدي لها الدوكسيسايكل 100 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع ده بالنسبه للاكيوت سيرفيسايتس شدي حاجه انيروبيك مثل النزول هو ده برو سبيكترم بيكفر شويه الانيروبيك وخلي بالكوا الانيروبس بتبقى اكتر ان بتقلق منها لو احنا عندنا كلوز سبيس يعني في ابسس ده اللي بنقلق من الانيروبيك انفكشن لان مش واصل له اكسجين هو انيروبيك او مقفول يعني لكن لو حاجه كده زي سيرفيسايتس فاجينايتس يوجوالي ات از موستلي ايروبيك انفكشن ما عدا هي البكتيريا فاجينوس لان احنا عارفين ان الانيروبس ريشيو بيبقى اعلى كتير من الايروبيك ريشيو عشان كده بندي المترونيدازول طيب نيجي بقى للاكيوت انفكشن امال ايه الكرونيك سيرفيسايتس كرونيك سيرفيسايتس دي واحده جالها يعني اكيوت سيرفيسايتس كويس وما خدتش بروبر تريتمنت او ما كملتش الكورس بتاع 1 ويك تريتمنت كويس او كانت السيمتومز مايلد فما راحتش ان هي تعمل تسيك ميديكال ادفايس او استخدمت حاجات لوكال ودوشينج ومش عارف ايه عشان يعني اي حاجه امبروبرلي تريتد اكيوت سيرفيسايتس ات ماي تشينج تو كرونيك فورم اوف انفكشن يعني الكرونيك ده الاورجانيزم موجود ولا مش موجود مش موجود الكرونيسيتي بتاعت ده مش موجود ده ممكن يحصل اكيوت اون توب اوف كرونيك اللي هو يبقى فيه اورجانيزم بمعنى ان هو الكرونيك سيرفيسايتس ده بدلها انتي بايوتيك لا ما هو مفيش اورجانيزم مش بدلها انتي انا امال انا بعمل ايه انت بتلاقي ان هو هي جايه لك امال هتيجي بايه طيب سيمتومز ايه ديسبارونيا ها كونتاكت بليدنج ده لو فيه ايروجن كونتاكت بليدنج ده لو فيه ايروجن لكن لو هو كرونيك سيرفيسايتس بس مش هتيجي بكونتاكت بليد هو انا عندي اليمنت اوف كرونيك انفكشن في المكان فده يعمل لي ايه كونجشن بالظبط كده الكونجشن بالترايات بتاع البلفيك كونجشن معناها الترايات بتاع البلفيك كونجشن بيبقى موجود في كل الديز اوردرز اللي موجوده عندنا في البلبس كويس لو عندها فايبرويد ادينوميوز اسمها الكبه حتى اي دي عندها ماي بي اي دي كل ده بيجن في ترايات اوف بلفيك انفكشن بلفيك كونجشن ايه الترايات بتاع البلفيك كونجشن لوكوريا ده اكسسيف نورمال فاجينال ديسشارج مفيش ميكوبيرلنت خالص اكسسيف نورمال فاجينال ديسشارج لوكوريا يعني هتقول لك انا الافرازات بتاعتي اللي هي البيضه او الشفافه العاديه دي بس كتير قوي فده اكسسيف نورمال لوكوريا فاجينال ديسشارج فده واحد من الضلع بتاع المثلث ايه كمان ديسمينوريا هيبقى كونجستيف ديسمينوريا الديسمينوريا دي كونجستيف ديسمينوريا كويس ومينوراجيا بالظبط كده هو ده السايات بتاع البالفيك كونجست فهتجي لك كده تقول لك انا عندي كرونيك بالفيك بين يعني ايوه يعني وقت الدوره بيزيد لان بيبقى عندها مور بالفيك كونجشن بس اول ثرو بيبقى عندها كرونيك بالفيك بين نتيجه للبالفيك كونجشن اللي موجود فبيبقى عندها كرونيك بالفيك بين اند كونجستيف ديسمينوريا ده البين البليدنج بيبقى مينوراجيا ان ذا فورم اوف مينوراجيا والكوريا نورمال اكسسيف فاجينال ديسشارج طيب في كونتاكت بليدنج مفيش غير لو كان عندنا ايروجن يعني لو هو بس هايبرترافيك سيرفيسايتس يعني السيرفكس كله كبير نتيجه للكرونيك انفلاماتوري بروسيس اللي كان موجود فبقى شويه هايبرترافيك سيرفيسايتس بنقول عليه يعني السيرفكس ما فيهوش ايروجن ولا اي حاجه بس هو تخن شويه فبنقول عليه هايبرترافيك سيرفيسايتس
يعني كده الست بتاعت اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس هتيجي بسيمتومز اوف بيلفيك كونجشن اللي هي ليك سيمتومز برضو مش كده ولا ايه؟ يعني ريلاتيفلي شويه منوراجيا، ريلاتيفلي عندها مش عارف شويه بيلفيك بين ولا ليكوريا، يعني كلها حاجات ريلاتيف. طب انا في الاكزامينشن هشوف ايه؟ هشوف ميكوبيلن ديشارج؟ لا مش هشوف. امال بشوف ايه؟ يا اما بلاقي كرونيك سيرفيسايتس، بلاقي السيرفكس كله كده يعني هايبرتروفايد بنقول عليه كرونيك سيرفيسايتس، يا اما بشوف حاجه اسمها نابوثيان فوليكلز، يا اما بشوف حاجه اسمها ميوكوس بارت. ايه بقى النابوثيان فوليكلز وايه الميوكوس بارت؟ النابوثيان فوليكلز يا دكاتره دول اللي هو احنا عندنا في السيرفكس زي جوبلت سيلز اللي هي بتعمل سيكريشن. لو بقى في اوبستراكشن للدكتس بتاعتها هيحصل اكيميليشن للسيكريشن دي، فبيبقى بيظهر لنا زي بلوش او يالوش فاسيكلز او فوليكلز على السيرفكس، فدي بنسميها نابوثيان فوليكلز. ايوه يعني ايه السيجنيفيكانس بتاعها؟ السيجنيفيكانس بتاعها ان الست دي ات تايم جالها ريكيرنت اتاكس اوف انفلاميشن او سيرفيسايتس، يعني فعلا هي عندها كرونيك سيرفيسايتس. طب وايه التريتمنت بتاعها؟ ولا حاجه، بس هعملها ايه؟ يعني انا حتى لو شفتها هي ات تايم دول بقى اوبستراكتد الجلانز دي، ايوه محتاجه ان انا افتح الاوبستراكشن، مش محتاجه، ما هي عندها جلانز ثانيه كتيره قوي، فمش محتاجه ان انا افتحها، لان انا لو دخلت لها كوترايزيشن او كده انا هجيب لها يعني سيمتومز وفايبروزس وكده اكتر من السيمتوم اللي مش موجود عندها. ما هي ده مش عامل لها سيمتومز، هي الكرونيك البالفيك كونجشن ده نتيجه للبروسيس بتاع الكرونيك سيرفيسايتس وليس نتيجه للنابوثيان فوليكلز. فالنابوثيان فوليكلز هي مش محتاجه تريتمنت، ده بس السيجنيفيكانس بتاعها انه ات تايم الست دي حصل لها ريبيتد اتاكس اوف كرونيك انفلاميشن في السيرفكس. طب امال ايه الميوكوس بوليب؟ الميوكوس بوليب دي تبقى زي زائده كده بوليب او زي لحميه موجوده في السيرفكس من الاكتوسيرفكس. ايوه نتيجه لايه؟ نتيجه للريجينريشن، الريجينيتيف بروسيس اللي هو السكويمس ابيثيليوم، ان كل شويه يحصل له ريجينريشن نتيجه ليه؟ ان حصل انفكشن، فهو بالهيلينج باي ريجينريشن للتيشوز اللي حصل منها جس او نيكروزس او انفكشن، فكون لي برده حاجه اسمها ميوكوس بوليب. الميوكوس بوليب دي تعمل لي كونتاكت بليدنج؟ لا ما تعمليش كونتاكت بليدنج، تعمل لي ديسبارونيا ديسمنوريا ما تعمليش اي حاجه خالص، بس برده السيجنيفيكانس بتاعها ان ات تايم هي حصل لها قبل كده كرونيك انفكشن. فوجود الحاجات دي اللي هو هايبرتروفيك سيرفيسايتس، ان السيرفكس هايبرتروفايد شويه، او الميوكوس بوليب او النابوثيان فوليكل، بي انديكيت انها عندها كرونيك سيرفيسايتس او جالها ريكيرنت اتاكس اوف سيرفيسايتس. طب هيبقى تريتمنت ايه؟ سيمتوماتيك، عندها مثلا كرونيك بلفيك بين، طب لما البين ده يزيد في الكونجستيف ديسمنوريا مثلا خدي دافلون، خدي حاجات انتي كونجستنت يعني عشان البين اللي بيبقى موجود عندها. يعني بيبقى سيمتوماتيك تريتمنت اللي انا بديه لها، لان انا ولا عندي اورجانيزم والحاجات دي مش محتاجه انها تتشال، ولا النابوثيان فوليكل محتاج يتشال، ولا الميوكوس بوليب محتاج يتشال، ولا الهايبرتروفيك سيرفيسايتس هشال لها السيرفكس، فبالتالي ما عنديش هنا يعني مش دول اللي مسببين السيمتومز، هو البلفيك كونجستشن هو اللي مسبب لها السيمتومز. فده بالنسبه للكرونيك سيرفيسايتس. في سؤال في الكرونيك سيرفيسايتس؟ لا هي الدكت بقت اوبستراكتد وبعدين بعد كده بيحصل فايبروزس، يعني مش ان هو ميوكوس بلاد هي سد المكان ده، فهو اتس كرونيكلي اوبستراكتد، بس مش زي بقى البارتولين. هنا هنيجي نتكلم على البارتولين سيس اللي هي لا دي ما فيش غير جلاند واحده والفانكشن بتاعها مهم وكده، فبالتالي انا لازم ان انا اخلي سكريشن ده دول مليون سيلز، فبالتالي انت مش محتاجه ان دي بالذات تفتحيها. اوكي طيب نيجي نتكلم على الايروجن. ايه الايروجن؟ يعني ايه ايروجن؟ يعني هيبان لي ان ذا فورم اوف ايه؟ بليدنج، كونتاكت بليدنج. بليدنج؟ لا كونتاكت. كونتاكت بليدنج كويس، ده سيمتوم. ايوه يعني انا هشوف ايه؟ ردش. ردش ان ذا فورم اوف ألسر، مش كده ولا ايه؟ كانه ألسر، فده اللي انا بشوفه، لان بليدنج من اريا زي الفل او يعني نورمال. لا اتس نوت نورمال اريا، هو كلمه ايروجن ده معناها ان انا عندي زي ألسريشن، يعني لما ببص على السيرفكس بلاقي السيرفكس زي ألسريشن. ده الستروبيري سبوتس اللي بتبقى موجوده بتاعه التراكمونس فاجينالس، كويس. الستروبيري سيرفكس شايفين الميوكوس بوليب ولا لازم اجي اشاور عليه؟ اللي مكتوب عليها ميوكوس بوليب. دي ميوكوس بوليب والنابوثيان فوليكل الاثنين برضو مش محتاجين ان هم يتشالوا، لان مش بيعملوا لنا اي سيمتومز خالص، ومفيش كونتاكت بليدنج ولا حاجه. دي بقى الايروجن يا دكاتره.
دي الايروجن اللي هو بتلاقي كده عند الاكتو سيرفكس كويس حته دنيودد او حته لونها رادش رادش ان كلر كويس، فهي دي نتيجه للالسريشن رادش نتيجه للالسر او الالسريشن، فده بالنسبه للايروجن. طب المنظر ده لو انت شفته هتشك فيه كانسل بالظبط كده، فبنعمل لها ايه؟ تعملوا لها ايه؟ بابسمي. فعلى طول المنظر ده حتى لو هي بتقول لي ريكارنت انفلاميشن وانفكشن وكده موصلي هتطلع انفلاماتوري خلاص، لكن عشان اكسكلود ان هي سي اي ان او سيرفايكال كانسر او كده على طول لازم نعمل لها بابسمي، لازم الايروجن تعمل لها بابسمي. اتس موستلي انفلاماتوري، موستلي انفلاماتوري بس يعني less likely to be malignant او pre-malignant او كده، بس عشان اتاكد ان it's not malignant او pre-malignant فلازم ان انا اعملها pap smear، اتاكد يجي لي result of pathology يقول لي لا 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 دي ما فيهاش ولا atypical cells ولا اي حاجه، دي مجرد inflammatory cells، فكده انا اتاكدت ان هي دي it's an inflammatory process، يبقى ساعتها بجو فور تريتمنت للانفلاميشن. الانفلاميشن اوكي اللي هو يا اما بديها doxycycline كويس لو لسه الانفلاماتوري بروسس جوينج اون، او ان انا بعمل كوترايزيشن للمكان ده يعني بستخدم ليزر كوتري او دايثيرمي او كراي كوتري او كده. طب ليه برضو حصل في الانفلاميشن يحصل لنا ايروجن؟ يعني ليه الانفلاميشن عملت لنا ايروجن؟ هو لو حصل انفلاميشن في السيرفكس يا دكاتره يعني ده معناه ان احنا هيحصل يبتدي يحصل هيلينج وريجينريشن. اني اللي بيحصل له بروليفيريشن اسرع الكولامنر ابيثيليوم ولا الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم؟ الكولامنر، هو اساسا الكولامنر ده ويكر عن الاستراتيفايد سكويمس فبالتالي بيتكون بسرعه، الاستراتيفايد سكويمس هو فيري سترونج فبياخد وقت على بال ما بيتكون، فعشان كده الكولامنر ابيثيليوم بيتكون اسرع، فبتلاقي يحصل كريبنج للكولامنر ابيثيليوم من الاندو سيرفكس عشان يكفر الحته اللي بره دي اللي هي بتاعه الاكتو سيرفكس اللي حصل لها انفلاميشن. فطبعا الكولامنر ابيثيليوم بيديني الشكل الريدش اللي احنا شايفينه بالمنظر ده كويس، فده البروسيس بتاع الهيلينج اللي حصل نتيجه للانفلاميشن ممكن يعمل لي سيرفايكال ايروجن. فانا ممكن قوي ان انا اعمل كوترايزيشن او كده عشان يعني اعمل اتروفي لهذا الكولامنر ابيثيليوم عشان بياخد وقته بقى الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ويبتدي ان هو يحصل له ريجينريشن وهو يعني يغطي الاكتو سيرفكس. طب ليه طب ما اسيبه كده، هو ايه المشكله بتاعه السيرفايكال ايروجن؟ كونتاكت بليدنج بالظبط، الست دي جايه بسيمتوم، عارفين لو كانت جايه من غير سيمتوم طب ما ده اتس هيلينج بروسس كنت سبته، لكن هي جايه بسيمتوم اللي هو كونتاكت بليدنج وطبعا اريتيتنج سيمتوم عشان كده محتاج ان هو اعمله تريتمنت. يعني الايروجن دي موستلي انفلاماتوري ممكن تبقى سي اي ان ممكن بس لاس لايكلي خالص. طب ممكن تبقى حاجه تانية غير انها انفلاماتوري؟ ممكن تبقى حاجه هرمونال، يعني هي during pregnancy هلاقي هذا المنظر عشان الريجينريشن بتاع الكولامنر ابيثيليوم نتيجه للاستروجين العالي، ولو هي ماشيه على سي او بيز برده ممكن الاقي المنظر ده، برده ممكن الاقي المنظر ده لو هي ماشيه على سي او بيز. يعني بمعنى ان الايروجن دي البناين ايروجن ممكن تبقى يا اما انفلاماتوري وده موست لايكلي، يا اما ان هي تبقى هرمونال لو هي ماشيه على سي او بيز او هي بريجننت، يا اما تبقى كونجنتال هي مولوده كده وهو ده العادي بتاعها. فبالتالي لو هي مضايقها قصه الكونتاكت بليدنج ده هعمل لون كوترايزيشن، لان ملوش معنى ان انا ادي حاجه للانفلاميشن دوكسي سايكلين او كده، ما هي ما فيش انفلاميشن، دي يا اما كونجنتال يا اما هرمونال، يا اما اوقف الهرمونز كويس لو هي بتاخد سي او بيز، يا اما لو هي كونجنتال اللي هبعمل لها كوترايزيشن. طيب بس الاول لازم بنعمل باب سمير عشان نتاكد ان هي مش سي اي ان، مش ان هي ديو تو السي اي ان، وبعدين بعد كده تريتمنت اوف ذا كوز. لو كانت الكوز ديو تو انتيك اوف سي او بيز وهي ممكن نغير الميثود خلاص نغير لها الميثود، لو كانت انفلاماتوري يبقى ساعتها بدي الدوكسي سايكلين وممكن اعمل كوترايزيشن ودايثيرمي عشان الدنيودد اريا اللي هي بتاعه الالسر وابروموت الهيلينج بتاعها. في سؤال بالنسبه للايروجن او السيرفيسايتس؟ اخر حاجه هنتكلم عليها هي مش موجوده هنا في موقعها في الكتاب، هتلاقوها في حته اخرى اللي هي الفاجينال ديسشارج. الفاجينال ديسشارج ده ممكن تشطبوا عليها لان انتوا اوريدي عارفين ايه هم الفاجينال ديسشارجز، مش لازم نجمعها لكم، انتوا ممكن تجمعوها بطريقه اسهل اللي هو الترايكومون الشكل الديسشارج بتاعها ايه والمونيريا والبكتيريا الفاجينولز خلاص، فبالتالي انتوا ممكن تجمعوا. المهم عندنا هو البناين فالفال ليجنز، البناين فالفال ليجنز، فاشهر بناين فالفال ليجن بيحصل اللي هو البروريتس فالفي. يعني ايه بروريتس فالفي؟ itching سيفير itching ممكن ان هو يحصل. طب والitching ده يعمل لنا ايه؟ الitching ده ممكن يبقى due to vaginal discharge، يعني هو vaginal discharge نازل فعمل itching عشان discharge ده irritant فعمل لنا pruritus valvi، او
without vaginal discharge. اللي بنشوفه أكتر اللي هو with vaginal discharge ولا without vaginal discharge. With vaginal discharge. Mostly with vaginal discharge. 80% من البروريتس بالبي هيبقى نتيجة لوجود vaginal discharge زي مثلاً الكانديدا أو شوية من الترايكومونس وكده. فبيبقى mostly with vaginal discharge. طب ومال اللي هو كرايتس فالفي وزاود فاجينال ديشارج ممكن يبقى از بارت اوف سيستميك ديز اوردر. هي عندها الرجي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن, عندها يورينيا, عندها يعني اي ليجن سيستميك ديز اوردر مخلي ان هي عندها سيفير ايتشنج في اي حته في جسمها انكلودنج الفالفال اريا, او يبقى عندها فيستولا زي يورينري تراكت فيستولا بيرزايكو فاجينال فيستولا حاجه كده, فاليورين اللي هو نازل كل شويه بيعمل اريتيشن للفالفا فيجي لها برورايتس فالف, او حاجه اسمها لايكن سكليروزس. سمعنا عنها ولا لا؟ في الدي اي ان, لان هي كانت 5% من اللايكن سكليروزس ممكن ان هي تتحول لدي اي ان, فبالتالي ممكن لايكن سكليروزس او دي اي ان نفسها او دي اي ان نفسها, فبالتالي هم دول الاسباب البرورايتس فالفي. كويس, موستلي ويز ديسشارج فاجينال ديسشارج 80% و 20% ويزاوت اني فاجينال ديسشارج, يا اما ديو تو سيستميك ديز اوردر, يا اما لايكن سكليروزس, يا اما الدي اي ان. لايكن سكليروزس زي ما قلنا قبل كده بيجي في البوست منوبوزال ايج اكتر, وبييجوا بسيفير ايتشنج فبنديهم كورتيكوستيرويد لوكال تريت. لو راح الايتشنج ده خلاص, لو ما راحش ده ممكن ان هو يبريديسبوز لي دي اي ان, فساعتها ممكن ان احنا نعمل لهم بايوبسي لو في ليجن, حتى لو ممكن اعمل كولبوسكوب ان انا اكبر ليجن لو انا مش شايفاها بالنيكد اي او كده, بس موستلي اكتر من 95% ده يريسبوند لي كورتيكوستيرويد كريمز, فبنبدا ندي ستيرويد اوينتمنت وخلاص. ايه الفرق بين الاوينتمنت اند كريم؟ الاوينتمنت ده اويل بيسد, لكن الكريم بيبقى ووتر بيسد, بمعنى ان الاوينتمنت ده لونج اكتنج اكتر, فبندي ستيرويد اوينتمنت عشان يقعد فور لونجر تايم. فده بالنسبه للبروريتس فالفي واللايكن سكليروس. طب بناين فالفال ليجنز, لو عندنا ليجن في الفالفا بناين ممكن يبقى سيستيك او سوليد. زي ايه سيستيك ليجن في الفالفا؟ بارترين جلاند او اكشوالي سيست, لان البارترين جلاند از نوت فالت, از نيفر فالت اور سين او كده. الطبيعي انها موجوده في اثنين عندنا بارترين جلاند في البوست لاترال اسك بتاع الفاجينا, و ذي ار نيفر فالت وان ذي ار فيزيولوجيكال, يعني ما فيهمش باثولوجيكال ليجن. لكن لو حصل اوبستراكشن للدكت كويس, بتبتدي السكريشن بتاعه البارترين تتجمع جوه البارترين جلاند دي وتعمل لنا بارترين سيست, فيبتدي تيجي تقول لك انا عندي حاسه زي في كوره كده موجوده تحت بوسترو لاترال في الفالفا او في الليبيا ميجورا. بينفل ولا بينلس البارترين سيست؟ بينلس. سيست بينلس. امال امتى تبقى بينفل؟ لو حصل انفكشن, لو بقت انفكتد بارترين سيست هي اللي ساعتها تبقى بينفل. لكن البارترين سيست نفسها لوحدها ان هو حصل اوبستراكشن في الدكت وبعدين بعد كده حصل لها انتفاخ او بقت عملت سيست او كده, دي بينلس. لو حصل اون توب اوف ات انفكشن هي اللي تبقى بينفل. ممكن البارترين سيست دي تبقى انفكتد بارترين سيست او تبقى كمان بارترين ابسس. ابسس ده يعني فعلا الايمج بتاعتها قليله جدا, ف والاورجانيزم فيري فيرولنت, فبالتالي ممكن ان هو يتحول لابسس. هفرق ازاي بين الانفكتد سيست وما بين الابسس؟ البوينتينج افندم. طب والانفكتد سيست مش هات ومش راد ومش تندر؟ فيبر هيبقى البوينتينج فيبر. الانفكتد مش هيبقى فيه فيبر؟ هيبقى فيه, بس الباس هيبقى فيه بوينتينج. ايوه في بوينتينج, في بوينتينج للباس, يعني ده الابسس يعني حصل البوينتينج فيري تنس وبالسيتنج وحصل, لكن الثانيه هتبقى راديش انفلاميشن كده في كل الاريا كويس. فده الفرق بين الانفكتد بارترين سيست والبارترين ابسس. هو لازم افرق بينهم عشان مانجمنت مختلف. طب البارترين سيست لوحدها من غير اي انفكشن, هل بنعملها تريتمنت ولا مش محتاجه نعملها تريتمنت؟ نعمل لها تريتمنت, ان انا لازم ان انا يعني انا ما ينفعش اسلك الضغط لان ممكن قوي ترجع انها تتسد تاني. فاللي بنعمله ان احنا بنعمل ديروفين, بنشيل التوب بتاع الضغط ده كله, التوب كله خلاص, فبنعمل حاجه اسمها ديروفين بحيث ان تبقى السكريشن كونتينيوسلي تو ذا اوتسايد. ايه كونتينيوسلي تو ذا اوتسايد؟ يعني ست على طول هتبقى وات بالظبط كده. ما هي ما بتشتغلش غير during sexual excitement, ففي هذا الوقت بس هو اللي هيبقى فيه excessive secretion في الفاجينا, وهو ده التوقيت اللي هي بتبقى فعلا محتاجه lubrication. فيبقى كده احنا بنعمل لها حاجه اسمها marsupialization. marsupialization يعني removing الروف بتاع الدكت بتاعت البارترين سيست اللي هي ولا infected ولا حاجه. طب امال لو infected بارترين سيست هنعمل ايه؟ antibiotic. هندي antibiotic عشان الانفكشن ده يسبسايد, ولما يسبسايد نعمل لها marsupialization. اوكي, طب امال لو هي بارترين ابسس؟ درينج. لان اي ابسس بيبقى التريتمنت بتاعه درينج, يعني انسيجن اند درينج للابسس ده واسيبه وايد اوبن وانسيجن اند درينج. فده بالنسبه للبارترين سيست اللي هي موستلي اي حاجه بنلاقيها في المكان ده موستلي بتبقى في البوست بلاك الاسفل اللي هي ميجورا دي بارترين سيست. طب ايه الاذرز اللي ممكن نلاقيهم سيست في الفالفا؟ الكريم.
بنايم inclusion the point cyst ده نتيجة للcircumcision after circumcision ممكن بعد الجلان يعني اللي هو السكن يبقى included لجوه فبالتالي في sweat sebaceous materials وكده بتبقى secreted هتبقى لجوه فيبقى لنا inclusion dermoid cyst بنقول عليها inclusion dermoid او inclusion cyst خلاص فالinclusion cyst دي لو هي مضايقاها ممكن طبعا انها بتكبر نتيجة accumulation of secretions فيها فلو هي مضايقاها بنعمل لها excision طب ايه تاني حاجات ممكن نشوفها هيماتوما لو حصل تروما بالذات افتر ابيزيوتومي ممكن قوي لو احنا ومست مثلا الفاسل كان اوبن او كده فتبتدي يبقى فيه هيماتوما لو الهيماتوما دي جرابينج وبالسيتنج يبقى لازم نعملها انسيجن ولاجيشن للبليدنج فاسل كويس لكن لو الهيماتوما دي صغيره زي كده يبقى ممكن احنا بنعمل كولد كومبريسز وخلاص وبنسيبها فممكن زي ما قلتوا بارترين سيست او انكلوجن سيست او هيماتوما ايه كمان لايكوما بس هتبقى سوليد لايكوما سوليد خلاص في عندنا حاجات سيستيك وفي حاجات سوليد طب ايه ممكن سيبيشس في حاجه اسمها هيدرادينايت السابريتيف اللي هي السويت جلاندز سواء كانت في الاكزيلري او يعني عند اي مكان فيه هير فوليكلز ممكن هو بيحصل لهم انفلاميشن وتعمل لك زي مايكرو ابسيسيس كده فمش ممكن تقعد تشيلهم كلهم دول مايكرو ابسيسيس يوجوالي بيجوا لو الاميونيتي قليله زي الدايابيتيك ان كنترول فبتكنترول الدايابيتس وبتاعه وبتدي لهم كريمز بس انتي بايوتيك كريم عشان اللوكال انفكشن اللي موجوده ممكن تبقى اندوميتريوما ممكن في المكان ده كويس اندوميتراتيك تيشو موجود في المكان ده فتيجي تقول لك ان هو ديورينج مانسز بيبقوا بلوش وبينكريز ان سايز وبتاع فبرده بتعمل لها اكسيجن كيف دي كلها ممكن تبقى فاريكوزيتيز فاريكوزيتيز موجوده فبرده هتحط سكليروزنج ماتيريال وكده اللي هو التريتمنت بتاع الفالفا الفاريكوزيتيز زي التريتمنت بتاع اللور ليمب فاريكوزيتيز يعني كل دي ممكن سيستيك سوالينجز تبقى موجوده جوه في الفالفا الاريا طب امال ايه السوليد سوالينجز اللي ممكن تبقى موجوده قلت لي لايكوما اول حاجه طبعا ممكن ما هو طالما ان عندي في الليبيا ماجورا في فات يبقى تطلع منها لايكوما عادي طب الليبيا ماينورا يطلع منها لايكوما لا ما فيهاش فات مش كده ولا ايه مفيش فات فهي تطلع من الليبيا ماجورا دي اللي فيها فات ممكن لايكوما فايبروما مش عارف اي اوما واي اوما من دول هنعمل لهم ايه اكسجن اي كده شيء اوما بنعمل لها اكسجن فهي على طول اكسجنال بايوبسي اكسجنال بايوبسي خلاص مهم يعني اي ليجن لقيناها في البالبا احنا مش فاهمين ده ايه بنعمله اكسجنال بايوبسي يعني بنشيله ونبعته فور بايوبسي فور نيفس وعيت لك لا دي غريبه ودي جديده ودي مش عارف ايه لحسن تطلع ميلانوما فبنعملهم اكسجنال بايوبسي طالما ان الليجن دي يعني اكسايزبل يعني مش واخده كل البالبا وهم غالبا هيبقوا ليجن صغيره او يعني ان هم ممكن يبقوا اكسايزبل فاي ليجن سوليد من دول بنعمل لهم اكسجنال بايوبسي في سؤال يا دكاتره هنا طيب يبقى كده احنا خلصنا اللور جينيتال تراكت انفكشن يوم الثلاثاء ان شاء الله هناخد الابر اللي هو البي اي دي او الابر جينيتال تراكت انفكشن والخميس